ثم ساروا إلى هرات وهي من أحسن البلاد، فحصروها 10 أيام فملكوها وأمنوا أهلها وقتلوا منهم البعض وجعلوا عند من سلم منهم شحنة، وساروا إلى غزنة فلقيهم جلال الدين بن خوارزم شاه فقاتلهم وهزمهم على ما نذكره إن شاء الله، فوثب أهل هرات على الشحنة فقتلوه فوثب أهل هرات على الشحنة فقتلوه على القائد العسكري، على المسؤول الأمني، على المحافظ، على مسؤول الأمن. فلما عاد المنهزمون إليهم دخلوا البلد قهرا وعنوا وقتلوا كل من فيه ونهبوا الأموال وسبوا الحريم ونهبوا السواد وخربوا المدينة جميعها وأحرقوها. لاحظ هذا عندما يعني تكون القوة لأولئك، للمقابل، للعدو، للكافر، للمتغطرس، للمجرم، للغازي. فمثل هذه الأفعال، قتل هذا أو قتل ذاك، تفجير هذا أو تفجير ذاك، لاحظ هذا، حتى يزيد في غضب وحنق وحقد المغول والتتار والقتلة والمجرمين والمتغطرسين. هذا الفعل يحصل الآن كما يفعل الدواعش المارقة الآن، يقومون بأعمال هنا وهناك، يقتلون أفرادا هنا وهناك، وتثار ثائرة السلاطين والمتسلطين، فيقع الانتقام بأبشع صوره وعلى أوسع الصور، فيقع الظلم والظلم على الناس وعلى الأبرياء وعلى البناء وعلى المياه وعلى الزرع وعلى الهواء وعلى كل شيء. لاحظ، من الذي دفع أهل هرات على الشحنة على القائد العسكري فقتلوه؟ من أين أتت؟ فتوى من ابن تيمية، من منهج ابن تيمية. فوثب أهل هرات على الشحنة فقتلوه، فلما عاد المنهزمون إليهم دخلوا البلد قهرا وعنوا وقتلوا كل من فيه ونهبوا الأموال وسبوا الحريم ونهبوا السواد، خربوا المدينة جميعها وأحرقوها، وعادوا إلى ملكهم جنكس خان وهو بالطالقان أو الطالقان يرسل السرايا إلى جميع بلاد خراسان، ففعلوا بها كذلك، ولم يسلم من شرهم وفسادهم شيء من البلاد، وكان جميع ما فعلوه بخراسان سنة 717، كل ما فعلوه سنة 617.